ما التصور الإسلامي لطبيعة الحكم وما خصائص هذا الحكم في الشريعة؟ ما المقاصد الكبرى للحكم؟ وهل ثمة نص على آليات لتحقيق هذه المقاصد؟ كيف رعت الشريعة منع السلطة من التغول في المجتمع والاعتداء على الرعية؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان خصائص الحكم في الإسلام ومقاصده في الأوقات التالية.